السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وسعادة. انا قبل ما ابدأ الفيديو النهاردة عايزة اشكر كل حد اشترك في قناتي، شرفتني ونورتني وانت على راسي، وقناتي بإذن الله بتكبر بيكم. النهاردة هبدأ الفيديو معاكم بما ان قناتي تجارب، فقناتي اسمها تجارب شخصية واعشاب، فهي بتقدم محتوى عن التجارب عامة. فانا كنت شفت ناس كتيرة قوي اتكلمت عن التجربة من كتاب مانديلا، قالوا ان التجربة ديت هي تجربة تلوين، وقالوا عنها ان هي يعني حسوا فعلا زي ما الكتاب بيقول تجربة خاصة من السعادة والبهجة. وهنا مكتوب تجربة مثالية لتحسين المزاج والشعور بالإنجاز، كل رسمة تلونها في هذا الكتاب تزيد العالم جمالا، يحارب التوتر ويساعد على الشعور بالإنجاز. فأنا حبيت ان انا اجرب التجربة دي معاكم من كتاب مانديلا، وقلت هبدأها وياكم. وهبدأ النهاردة، هو عبارة عن رسومات. اولا انت بتختار الرسمة اللي انت عايزها وبتلونها وكده، انا هستخدم فيها عادي الالوان في الماستر، وهبدأ التجربة دي معاكم. مستنوني هقول لكم كان ايه شعوري بيها.